بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هراجع مع بعض الدرس الاول. احنا كنا المفروض ان احنا نراجع الفصل الاول كله مع بعض، بس احنا لقيناه هياخد وقت كبير جدا، فقلنا هناخد الدرس الاول لوحده والدرس الثاني لوحده بتاع الفصل الاول. فالنهارده هراجع ان شاء الله الدرس الاول. فاحنا كل اللي معاه كتاب الامتحان يفتح معايا كتاب الامتحان، احنا ان شاء الله هنحل اسئله كتاب الامتحان كلها. وانا قبل ما اقول الاجابه انت وقف الفيديو علشان تشوف انت اجابتك صح ولا غلط، وانا برده هفصل لك الاجابه، عشان لو هي الاجابه بتاعتك غلط انا برده هفصل لك الاجابه وتعرف انت ليه بتحلها غلط. فنبتدي مع بعض. اول حاجه بيقول لك اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عباره من العبارات الاتيه. اول حاجه عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية اخرى من نفس نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على الثانية. ده المصطلح بتاع القياس. عملية القياس هي عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية معلومة من نفس النوع لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على الثانية. تاني حاجة كمية فيزيائية لا تعرف بدلالة كميات فيزيائية أخرى. لا تعرف دي تبقى كمية فيزيائية أساسية، يبقى كمية فيزيائية أساسية. قال لي كمية فيزيائية تعرف بدلالة كمية فيزيائية أساسية. قال لي عندما قال لي كلمة تعرف يبقى مشتقة، يبقى هي كمية فيزيائية إيه؟ مشتقة. صورة مختصرة لتوصيف فيزيائي ذي مدلول معين، ديت المعادلة الرياضية الفيزيائية. نظام الوحدات الذي يستخدم الكرام كوحدة لقياس الكتلة، ده النظام الفرنسي. ده النظام الفرنسي بيستخدم الجرام اللي هو بيقيس الكتلة. طريقة التعبير عن الكميات العددية الكبيرة جدا او الصغيرة جدا وكتابتها باستخدام الرقم 10 مرفوعا لأس معين، ديت الصيغة المعيارية لكتابة الاعداد. الصيغة المعيارية لكتابة الاعداد. المسافة بين علامتين محفورتين عند نهايتي ساق من سبيكة البلاتين الإريديوم محفوظة عند درجة الصفر سليزيان، ده المتر العياري، ده بسميه بالمتر العياري. كتلة اسطوانة من سبيكة البلاتين الإريديوم زاد أبعاد محددة محفوظة عند درجة الصفر سليزيان، ده الكيلوجرام العياري، ده الكيلوجرام العياري. 1/86400 من اليوم الشمسي المتوسط، ده بسميه بالثانية، ده بسميه بالثانية. صيغة رمزية تعبر عن الكميات الفيزيائية الأساسية بدلالة أبعاد الكميات الفيزيائية الأساسية، وهي الطول والكتلة والزمن مرفوع كل منهما لأس معين، ده بسميه بمعادلة الأبعاد أو صيغة الأبعاد. ده سؤال المصطلح. شوف بقى أنت جبت كم من 10 في السؤال ده، شوف أنت جاوبت كم إجابة صح وكم إجابة غلط. السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة. من عناصر، قبل ما أقول السؤال أنا هقول الإجابة على طول من قبل ما أفسرها. انت قبل ما انا اقول الاجابه انت اختار الاجابه اللي انت وفسرها انت زي ما انت شايف. بعد كده انا هقول انا الاجابه وهفسرها، يعني انا اقول السؤال واقول الاجابه على طول وبعد كده هفسرها. اول حاجه من عناصر عمليه القياس هتبقى جميع ما سبق، هتبقى جميع ما سبق. طب جميع ما سبق ليه؟ قال علشان عناصر عمليه القياس احنا كنا قلناهم تلات حاجات، اللي هو ادوات القياس، الكميات الفيزيائيه المراد قياسها، ووحدات القياس. يبقى تاني من عناصر عملية القياس ادوات القياس، وحدات القياس، الكميات الفيزيائية المراد قياسها. من الكميات الفيزيائية الاساسية هتبقى الزمن. من الكميات الفيزيائية الاساسية هتبقى الايه؟ الزمن. طب ليه؟ الزمن ده اساسي ما ينفع، ما فيش حاجة اجيبها منه. اما السرعة لا، ده السرعة لها قانون اللي هي بتساوي دي على التي. طب والقوة؟ لا، القوة اللي هي الاف بتساوي ام اي. طب العجلة؟ العجلة اللي هي بتساوي في على التي. يبقى ده كله كميات مشتقة ما عدا الزمن، بس الواحد هو الكمية الايه؟ الاساسية. من الكميات الفيزيائية المشتقة هتبقى السرعة. من الكميات الفيزيائية المشتقة السرعة. طب ليه؟ الطول ده كمية اساسية، والكتلة كمية اساسية، والزمن كمية اساسية. يبقى مين الكمية المشتقة الناقصة؟ اللي هي السرعة. بعد كده تستخدم القدم زاد الورانية في قياس الطول، هتستخدم في قياس الايه؟ الطول. يبقى القدم زاد الورانية هتستخدم في قياس الطول، ما بتستخدمش ولا في قياس الكتلة ولا بتستخدم في قياس الزمن. وحدة قياس الطول في نظام جاوس هتبقى السنتيمتر.
وحدة قياس الطول في نظام جاوس اللي هو النظام الفرنسي، اللي هو النظام الفرنسي وحدة قياس الطول بتاعها يبقى الايه السنتيمتر. اما المتر ده ده في النظام الدولي. الكيلومتر ده مش موجود اصلا في اي نظام. القدم ده بيقيس اللي هو الباوند، ده بيقيس الكتلة ما بيقيس الطول خالص. بعد كده تقاس المسافة في النظام البريطاني بوحدة القدم. نظام المسافة في النظام البريطاني بتقاس بوحدة الايه القدم. والمتر ده احنا قلنا ان هو النظام الدولي، والسنتيمتر ده اللي هو النظام الفرنسي. وحدة قياس الكتلة في النظام البريطاني هتبقى الباوند. وحدة قياس الكتلة في النظام البريطاني هتبقى الباوند. اما الجرام ده في النظام الفرنسي، الكيلو جرام في النظام الدولي، والتن طبعا مش موجود معايا في اي نظام. في النظام الدولي يتخذ الامبير وحدة اساسية للقياس، هتبقى شدة التيار الكهربي. شدة التيار الكهربي. اما الشحنة الكهربائية دي الكولوم، الطول هيبقى اللي هو المتر، شدة الاضاءة هتبقى كانديلا، اما الامبير هيبقى شدة التيار الكهربي. الوحدة الاساسية لقياس درجة الحرارة في النظام الدولي هي الكلفن. هي الايه الكلفن دي في النظام الدولي، الوحدة بتاعة درجة الحرارة اللي هي الكلفن. وحدة قياس كمية المادة في النظام الدولي هتبقى المول، هتبقى كمية المادة المول. اما الكانديلا هتبقى شدة الاضاءة، اما درجة الجلفينية ديت اللي هي درجة الحرارة. الكانديلا هي وحدة قياس نقط في النظام الدولي. الكانديلا وحدة نظام ايه؟ وحدة قياس شدة الاضاءة. كانديلا وحدة قياس شدة الاضاءة. اما درجة الحرارة قلنا اللي هي الكلفن، كمية المادة المول، الزاوية المكسمة هتبقى استراديان. اما الكانديلا اللي هي شدة الاضاءة. بعد كده وحدة قياس الزاوية المجسمة في النظام الدولي اللي هي استراديان. اما الراديان ديت هي بتاعة الزاوية المسطحة، كلفن بتاعة درجة الحرارة. الراديان هي وحدة قياس الزاوية المسطحة، اما الزاوية المجسمة استراديان، كمية المادة هتبقى المول. يتفق النظام الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري في ان جميعهم يقيس الزمن بالثانية. في ان جميعهم يقيس الايه الزمن بالثانية. طب الطول، لا الطول مختلف. الطول فيه عندي اللي هو القدم، وعندي السنتيمتر، وعندي المتر. اما عندي الكتلة، عندي الجرام والكيلوجرام والباوند. اما الزمن التلاتة بيقيسوا مع بعض بنفس الايه في الثانية. بعد كده واحد من الف يمكن كتابتها على الصورة 10^3. ليه 10^3؟ احنا قلنا اما كنا بنشرح بنقول بنعد اللي بعد العلامة كم رقم، وبيبقى 10^ الرقم. يعني ده كم رقم بعد العلامة؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، يبقى 10^3. مش هينفع 10^3 ولا ينفع 10^4 ولا 10^4، لان كم رقم بعد العلامة؟ 3 ارقام بس. النانومتر هو كسر وحدة الطول ويعادل 10^9. ليه 10^9 مع بعض؟ النانومتر ده بيساوي 10^9 و10^9 في من المتر. 10^9 و10^9 من المتر. والله من الكبير للصغير يبقى الأس موجب، من الصغير للكبير الأس سالب. ده من النانو للمتر، يعني من الصغير للكبير يبقى الأس سالب، يبقى 10^9. بعد كده الفيمتو ثانية يساوي نقط ميكرو ثانية. فيمتو ثانية يساوي قد ايه من الميكرو ثانية؟ يبقى 10^9. طب ليه يا مستر 10^9؟ ما نيجي مع بعض. الفيمتو ثانية ده بيساوي 10^15 من الثانية. 10^15. طب والمايكرو بيساوي 10^6. 10^6. طب من الفيمتو للمايكرو بضرب في الاس موجب ولا في الاس سالب؟ قال لا، من الفيمتو للمايكرو. هنا انا عندي الفيمتو الصغير والمايكرو الكبير، يبقى من الصغير للكبير اضرب في الاس سالب، وهطرح الاسين من بعض. سالب 15 وسالب 6 اللي هو هيبقى موجب 6. سالب 15 زائد 6 هيبقى سالب 9. تاني فيمتو ثانية 10^15، المايكرو 10^6. بحول من الصغير للكبير يبقى الاس سالب. الاس سالب ده يبقى دي 10^6 ودي 10^15. اجمعهم مع بعض، سالب 15 زائد 6 هتبقى سالب 9، يبقى 10^9. اذا كان طول احدى الموجات 5 انجستروم، العلامه دي بتاعت انجستروم،
فإن طول موجتها مقدرا بالمتر يكون 5 × 10^10. ليه؟ إن عندي الأنكستروم ده 10^10 أو 10^10. 10^10 أو 10^10. ده الأنجستروم هحوله للمتر، يعني من الصغير للكبير، يبقى هضرب في الأس إيه؟ سالب، يبقى 5 × 10^10. 1 من 100 مللي جرام يساوي قد ايه من الجرام؟ هيساوي 10^5 جرام. طب ليه 10^5 يا مستر؟ قال لي 1 من 100 جرام ده انا ممكن اكتبها على انها 10 × 10^2. 10^2، 1 × 10^2 او 10^2، دي هتبقى 10^2 مللي جرام. عاوز احولها للجرام، هو ما بين المللي جرام والجرام قد ايه؟ قال لي ده سالب 3 لموجب 3. انا هحول من الصغير للكبير، يبقى 10^سالب ديت 1 × 10^2، هتضربها في 10^3، يبقى 10^2 في 10^3 هيبقى -2 ناقص 3 × 2 كام؟ -5. اما انا بضرب، ما بضرب الاس مع بعض، بجمع الاسس. الاسس ما بتتضربش، لا بتتجمع لا بتتطرح. الاسس بتحصل لها ايه؟ لا بتتجمع لا بتتطرح، ما بتتضربش. اللي بعدها، المايكرو جرام يساوي قد ايه من الكيلو جرام؟ المايكرو جرام يساوي 10^-9 من الكيلو جرام. ليه؟ المايكرو جرام ده تعالى حولها للجرام، هتبقى 10^6، لان المايكرو بيساوي 10^6 من الجرام. طب الكيلو 10^3، الكيلو جرام 10^3. طب ما انا هنا يبقى المايكرو للكيلو من الصغير للكبير، يبقى -6 وده 3، يبقى الاتنين مع بعض -9. تاني، المايكرو ده 10^6 هتحوله للجرام، هيبقى 10^6. طب ما انا عندي 10^6 عاوز احولها للكيلو جرام، الكيلو ده اللي هو 10^3، بس هنا من الصغير للكبير يبقى 10^3، يبقى 10^6 في 10^3 يبقى 10^9 كيلو جرام. بعد كده، اذا كان حجم كمية من الماء 5 متر مكعب، فان حجم بوحدة اللتر يكون 5000. طب ليه 5000؟ هو المتر تكعيب بيساوي بين المتر تكعيب وبين اللتر 10^3 او 10^3. هنا المتر اكبر من اللتر، متر تكعيب اكبر من اللتر، يبقى من الكبير للصغير، يبقى هضرب في 1000، يبقى 5 × 1000 = 5000. بعد كده، جسم كتلته 2 طن، تكون كتلته بوحدة الكيلو جرام هي 2 × 10^3. ليه؟ الطن بيساوي 1000 كيلو جرام، الطن بيساوي 1000 كيلو جرام، والالف معناه ايه؟ اللي هو 1000 اللي هم الالف، بيساوي 10^3. الالف معناه 10^3، ودي 2، يبقى 2 × 10^3. بعد كده، اذا كان نصف كتل ذرة الهيدروجين 53 من 1000 متر، فهذا يعني ان نصف قطرها جميع ما سبق. ايه ده يا مستر؟ ازاي جميع ما سبق؟ تعالى مع بعض، هي دي بتساوي كام؟ 53 من 100 × 10^10. شوف العلامة فين؟ كل ما بتدخل العلامة كده، كل الأس ده ما بيزيد، كل ما بتخرج العلامة كده، كل ما الأس ده بيقل. الأس فين؟ هنا اهو، بقى 10^10. طب دخلت كده، العلامة بقت هنا، بقت 10^11، ما بقاش في علامة خالص، العلامة بقت هنا، يعني العلامة المفروض مكانها هنا، يبقى 10^12. التلاتة بيساووا بعض من غير ما اشوف المسألة، من غير ما اعرف المسألة تحويلتها ازاي اصلا. هما التلاتة الف بيساوي ب بيساوي ج. ليه؟ لان هنا لعب معاك على العلامة، لعب معاك على العلامة، العلامة دخلت هنا، بقى الاس زائد. العلامة راحت ماشية هنا كمان مرة، الاس زائد، بقى -12، بقى هنا كان -11، بقى هنا كان -10، يبقى التلاتة بيساووا بعض، يبقى من غير ما اشوف، من غير ما احول، يبقى جميع ما سبق. اللي بعدها، اذا كان اكس بيساوي 10 جرام والواي بيساوي 10 كيلو جرام، فان قيمه اكس زائد واي، عاوز اكس زائد واي، اكس زائد واي هتبقى بكام؟ هتبقى 10^1 من 100 كيلو جرام. طب ازاي يا مستر؟ تعالى كده هنخليها بالكيلو جرام، هنخليها بالكيلو جرام. انت لو هنا عملت 10 كيلو جرام، ال10 نازل زي ما هي، 10 ديت حولها للكيلو جرام، هنا الجرام هيتحول للكيلو جرام، هتقسم على 1000 او هتضرب في 10^3. 10 × 10^3 هيساوي 1 من 100، هتساوي 1 من 100. اعملها على الآلة، 10 × 10^3 هتساوي لك 1 من 100، هتبقى 10 × 1 من 100 كيلو جرام. مش هتبقى طبعا 10 × 1 من 100 جرام، ولا هتبقى 101 من 10 جرام، ولا هتبقى 10 × 1 من 10 كيلو جرام، لا هتبقى 10 × 1 من 100
كيلو جرام. بعد كده ندخل بقى على صيغة الأبعاد دي التحويلات. خلينا ندخل بقى بعد كده على صيغة الأبعاد. صيغة أبعاد الكتلة ايه ده يا مستر؟ صيغة أبعاد الكتلة أنا عارف اللي هي ام، بس أنا يعني هي تبقى ألف ام ال أس صفر تي أس صفر. طب يا مستر أنت جبت ال ال منين والتي منين؟ هي ام بس. طب ما تيجي معايا الام ديت احنا عارفين ان هي الكتله صيغه الابعاد بتاعتها ام. طب ال اس صفر اي حاجه اس صفر بواحد، اي حاجه اس صفر بايه؟ بواحد. يعني ال اس صفر بواحد وتي اس صفر بواحد، يعني ام في واحد في واحد بام. تاني اي حاجه اس صفر قيمتها بواحد، اي حاجه اس صفر قيمتها بايه؟ بواحد. ال اس صفر ده واحد، تي اس صفر واحد، والام اللي هي بتاعت الكتله يبقى ام في واحد في واحد بام. صيغة ابعاد الكتلة ايه؟ ام. صيغة ابعاد المساحة هتبقى ال تربيع. طب ال تربيع ليه يا مستر؟ هي المساحة بتساوي ايه يا حبيبي؟ الطول في العرض. طب الطول في العرض اللي هو ال في ال اللي هو ال تربيع، هتبقى ال تربيع، وهناخدها دلوقتي مع المسائل بالتفصيل الممل. صيغة ابعاد العجلة هتبقى ال تي اس سالب 2. طب ليه يا مستر ال تي اس سالب 2؟ هي العجلة بتساوي ايه؟ العجلة بتساوي السرعة على الزمن. طب السرعة بتساوي المسافة على الزمن على الزمن، يعني بتساوي المسافة على الزمن في الزمن، يعني دي على تي في تي، يعني دي على تي تربيع، يعني متر على الثانية تربيع، والمتر بشيله واحط ال، والثانية بشيلها واحط التي، هتبقى ال تي اس سالب 2. وبرضه صيغة الأبعاد دي كلها هناخدها دلوقتي بالتفصيل في المسائل. وحدة قياس الكثافة هي هتبقى كيلو جرام في متر أس سالب 3. احنا عارفين ان الكثافة بتساوي الكتلة على الحجم، والكتلة بتتقاس بالكيلو جرام، والحجم بيتقاس بالمتر تكعيب، يبقى الكيلو جرام على المتر تكعيب، والأس تحت موجة بيطلع فوق بالايه؟ بالسالب، يبقى كيلو جرام في متر أس سالب 3. وحدة قياس القوة هي النيوتن، قلنا القوة ديت هي الايه؟ هي النيوتن، وتكافئ كيلو جرام في متر على الثانية تربيع، على الثانية تربيع. طب يا مستر ده هي كيلو جرام في متر على الثانية تربيع، هنا الكاتب في ثانية أس سالب 2، ليه يا مستر؟ هقول لك لأن هنا ديت الثانية تربيع كانت تحت، طلعت فوق بإشارة سالبة، تبقى كيلو جرام في متر في ثانية أس سالب 2. بعد كده إذا كانت وحدة قياس إحدى الكميات الفيزيائية كيلو جرام على متر في ثانية تربيع، فإن صيغة أبعادها؟ هنبص مع بعض. كيلو جرام لازم تبقى، يعني نقول الحل الأول، هي الحل هتبقى ب ام ال أس سالب 1 تي أس سالب 2. طب إزاي؟ نبص مع بعض. كيلو جرام لازم تكون ام. طب أدي ام ودي ام ودي ام ودي ام مع بعض. طب والأعلى، يعني اللي تحت كله جاي بالايه؟ بالسالب. اللي تحت كله جاي بالايه؟ بالسالب. يبقى دي بره، يبقى رقم د طلعت معانا بره، ورقم ا طلعت معانا بره، ناقص مين؟ ب وج، ناقص ب وج. الام على الام، المتر ده هيتحول لايه؟ بس ال اس سالب 1. ادي ال اس سالب 1، وهنا ال اس سالب 1 في ثانيه تربيع، يبقى الاس برده هتطلع تي اس سالب 2. هتبقى دي، ليه ما بقتش دي؟ عشان هنا المفروض تبقى تي اس سالب 2، بس دي تي اس 2، اما هنا دي اس سالب 2. اللي بعدها، اذا كانت صيغه ابعاد احد الكميات الفيزيائيه هي ام ال تي اس سالب 2، فان وحده قياس هذه الكميه هتبقى كيلو جرام في متر على الثانيه تربيع، او في ثانيه اس سالب 2. طب ليه يا مستر؟ نبص مع بعض. الام هنا هنعكس بقى، احنا كنا بنشوف الكيلو جرام ونحط ام، هنا هنعكس، هنشوف الام ونحط كيلو جرام. ادي كيلو جرام ودي كيلو جرام ودي كيلو جرام، دي مش معانا، رقم بي خرج. في ال، اللي مفيش سالب يبقى في متر، دي بره عشان دي متر اس سالب 1، لا انا عاوز في متر، ادي في متر وادي في متر. في تي اس سالب 2 يبقى على الثانيه تربيع، او في ثانيه اس سالب 2، اهي شوفوا دي في ثانيه اس سالب 2، اما دي على الثانيه اس سالب 2، دي غلط لانها هتطلع فوق بثانيه تربيع، وانا عاوزها تحت بموجب مش فوق بموجب، انا عاوزها فوق تبقى بسالب زي دي، كيلو جرام في متر في ثانيه اس سالب 2. بعدها اذا كانت صيغه ابعاد الكميه الفيزيائيه هي ام اس اكس ال اس اكس تي اس سالب 2 اكس، هي ايه؟ حيث اكس رقم صحيح، فان هذه الكميه من الممكن ان تكون هتبقى القوه. طب ليه يا مستر؟ هنعتبر، قال لي اكس ديت هنعتبر، قال لي رقم صحيح، هنعتبر ان الاكس دي رقم صحيح. ما تيجي نشوف كده الحاجات اللي عندنا، هي السرعه بتساوي ايه؟ ال تي اس سالب 2، يبقى الام مش معانا، يبقى السرعه بره. العجله ال تي اس سالب 2،
الام مش معانا العجله بره، هيبقى ناقص معايا مين؟ القوه والشغل. هي القوه ديت وحده قياسها ايه؟ كيلوجرام على في متر على الثانيه تربيع، كيلوجرام في متر على الثانيه تربيع، او ام ال تي اس سالب 2، ام ال تي اس سالب 2. طب والشغل؟ ام ال تربيع تي اس سالب 2، ام ال تربيع تي اس سالب 2. يبقى الفرق ان في هنا ال وفي هنا ال تربيع. هو اكس بتاعت الام مفروض تساوي الاكس بتاعت ال، يعني الاثنين بيساووا بعض، الاثنين بيساووا بعض، يعني لو دي واحد يبقى هنا واحد، لو دي اتنين تبقى هنا اتنين. طب لو دي واحد يبقى ام ال تي اس سالب 2 يبقى هي القوه. ممكن ناخدها من ناحيه تانية، خدها من ناحيه ازاي؟ قال لي هنا دي ام ال تي اس سالب 2، جرب دي بواحد، جرب دي باتنين، جرب دي بتلاته، هنشوف. لو جربت بواحد يبقى ام ال تي اس سالب 2، لان 2 سالب 2 في 1 سالب 2، هتبقى اللي هي بتاعت القوه. طب ام تربيع ال تربيع تي اس سالب 4، لان 2 في 2 ب 4، هل ينفع؟ لا حاجه؟ لا. فهي هتبقى الايه؟ القوه. بعد كده اذا كانت صيغه ابعاد ايه؟ ام ال ام ال تربيع تي اس سالب 2، وصيغه ابعاد بي ام ال تربيع تي اس سالب 2، الاثنين زي بعض، فان اي زائد 2 بي هتبقى لا صيغه ابعاد ام ال تربيع تي اس سالب 2. طب ليه يا مستر؟ هو دي علامه ايه حبيبي انت؟ وهو دي علامه جمع، واحنا كنا قايلين ان صيغه الابعاد ما بتتجمعش، لو الاثنين زي بعض بناخد منهم واحده. احنا قايلين لو صيغه الابعاد الاثنين زي بعض باخد منهم واحده، باخد من الاثنين ايه؟ واحده. فهتبقى الصيغه ديت ام ال تربيع تي اس سالب 2. اذا كانت اكس بتساوي واي زد، الاكس دي بتساوي واي زد، وصيغه ابعاد اكس اللي هنا ام ال تربيع ال تي اس سالب 2، ام ال تي اس سالب 2، والواي ام اس صفر، يعني الام مش موجوده، الام مش موجوده، ال تي اس سالب 2، ال تي اس سالب 2، فان صيغه ابعاد زد هتبقى ام ال اس صفر تي اس صفر. ليه؟ بص انت اهو، المفروض اللي هنا بيساوي اللي هنا، اللي قبل يساوي يساوي اللي بعد يساوي، اللي قبل يساوي ايه؟ ام ال تي اس سالب 2، طب واللي بعد يساوي الثاني ايه؟ ال تي اس سالب 2، ناقص ايه؟ ناقص الام، فهتبقى الام موجوده. طب دي ولا دي؟ قال لي انت معاك ال ال وال ال اهي، والتي اس سالب 2 اهي واهي، يبقى اللي ناقص لك مين؟ الام بس، ام ال اس 0 تي اس 0، فانا اللي قبل يساوي لازم يساوي اللي بعد يساوي. اذا كانت صيغه ابعاد اكس هي ال تربيع تي اس سالب 2، والواي ام ال اس سالب 1، فاي صف في الجدول التالي يعبر عن صيغه الابعاد لكل كميه فيزيائيه، يعني دي زي او دي ولا دي، وهنختار من دول، هي هتبقى رقم د. طب ليه رقم د؟ ما تيجي مع بعض، ال تربيع تي اس سالب 2 ام ال اس سالب 1، لما تيجي تجمعهم ينفع يتجمعوا؟ لا، يبقى اول واحده مش هينفع، يبقى اول واحده غلط، ما ينفعش يتجمعوا، ما ينفعش يتجمعوا. واي على خلاص وما ينفعش يتجمعوا، يبقى واحده غلط، يبقى الباقي كله غلط. طب نشوف ب، هل ينفع يتجمعوا؟ لا، يبقى ديت الف وب غلط، ما ينفعش يتجمعوا، يبقى الف وب غلط، خلاص استخرجتهم من الدايره بتاعتي. نشوف ج، قال لي غير ممكن الجمع، يبقى كده صح، يبقى هي لا ج لا د، عشان مش هينفع يتجمعوا، هتبقى لا ج لا د. طب ماشي، نشوف بقى اكس في واي الاول، نخلينا في الاسهل، هنخلينا في اكس في واي. وانا اما اضرب الاثنين في بعض هتبقى ام ال اس سالب 1 في ال اس 2 هيطرحوا من بعض، هتبقى ال اس 1، هتبقى ام ال تي اس سالب 2، تبقى ام ال تي اس سالب 2. ليه بقى؟ اما تيجي تضرب دي في دي الام هتنزل، ال اس سالب 1 في ال اس 2 يعني سالب 1 زائد 2 هتبقى بموجب 1، يبقى ام ال التي موجوده؟ لا، يبقى ام ال تي اس سالب 2. فين ام ال تي اس سالب 2؟ ام ال تي اس سالب 2 هلاقيها هي، هتبقى رقم د. طب انا عاوز اتاكد اكتر يا مستر، ما نشوف الواي على اكس، انا كده عرفت ليه د، بس عاوز اتاكد دي ام ال تي، لا دي هتبقى ام ال تي اس سالب 2. طب انا عاوز اتاكد اكتر يا مستر، هنبقى ام ال اس سالب 3 تي اس 2، دي بتاعت ايه؟ واي على اكس. طب ما تيجي واي على اكس، يعني دي فوق ودي تحت، يعني دول هيطلعوا باشاره سالبه، يعني الاكس دول هيطلعوا باشاره سالبه، ادي ام ال اس سالب 1،
ال ال تربيع دي لما تطلع بإشارة سالبة هتبقى ال أس سالب 2، في ال أس سالب 1 هتبقى ال أس سالب 3. طب والتي، التي أس سالب تحت، لما تطلع فوق هتبقى بالموجب، هتبقى ام ال أس سالب 3 تي أس سالب 2، وهتبقى رقم ده اللي هي الصح معايا. بعد كده عندي تالت سؤال، سؤال علل هنحل منه شوية وهسيب لكم الباقي واجب. قال أول حاجة يعتبر الطول من الكميات الفيزيائية الأساسية. أعرف كده الكمية الفيزيائية الأساسية، الكمية الفيزيائية التي لا تعارض بدلالة كمية فيزيائية أخرى، يبقى الطول من الكميات الفيزيائية الأساسية ليه؟ لأنه لا يعارض بدلالة كمية فيزيائية أخرى. طب والسرعة مشتقة؟ لأنها تعارض بدلالة كميات فيزيائية أخرى. طب ماشي، ناخد مثلا لا يمكن جمع كتلة 2 كيلو جرام مع مسافة 2 متر. قال لي ما ينفعش. قال لي ليه؟ قال لي علشان ما ينفعش اجمع كميتين فيزيائيتين الوحدة بتاعتهم مختلفة، يعني ده بالمتر وده بالكيلو جرام، ينفع اجمعهم؟ مستحالة طبعا يتجمعوا. فقال لي لا يمكن جمع كمية كتلة 2 كيلو جرام مع مسافة 2 متر علي، لانه لا يمكن جمع كميتين فيزيائيتين الا اذا كانتا من نفس النوع ولهما نفس صيغة الابعاد. اما الكيلو جرام صيغة الابعاد بتاعتها ام، والمسافة كتلة صيغة الابعاد بتاعتها ال. معايا؟ فحلوا الباقي، ده امثلة على اسئلة علم. ما المقصود؟ هو نفس المصطلح، هنعرف في القياس هو عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية اخرى من نوعها لمعرفة عدد مرات احتواء الاولى على الثانية، ونعرف الكلام ده كله، والاساسية والمشتقة ومعيار الكتلة والكيلوجرام العياري والزمن. معيار الكتلة هو الكيلوجرام العياري، المتر العياري هو معيار الطول، الاثنين بنفس التعريف عشان محدش يتلخبط. بعد كده يقولك اذكر استخدام واحدة لكل من، مثلا نقول مثلا القدم السادي الورانية دي بتقيس الاطوال الصغيرة بدقة جدا، الاطوال الصغيرة بدقة عالية جدا. بعد كده هو الميكرومتر برضو، هو برضو بيقيس الاطوال الصغيرة بدقة عالية، الاتنين واحد. مثلا نقول سبيكة البلاتينو الاريديم ديت هي ديت اللي عاملالي المتر العياري والكيلو جرام العياري، هي اللي صنعالي المتر العياري والكيلو جرام العياري. هنقول مثلا صيغة الابعاد ديت بتختبر مدى صحة القوانين، صيغة الابعاد دي بتختبر مدى صحة القوانين. بعد كده المقارنة سهلة طبعا، الكمية الفيزيائية الأساسية هتعرفها ودي هتعرفها، وتذكر مثال على كل منهم. الفرنسي والبريطاني والمتري، الجدول اللي احنا كنا عاملينه في الشرح في أول حصة هو هو نفس الجدول، وهتقول ده بيتقاس بإيه وده بيتقاس بإيه وده بيتقاس بإيه. بعد كده هناخد مثلا السؤال الأول، واجب ليك اسأل الإنسان دائما نحو تطوير دقة عملية القياس أهمية ذلك. أنت بقى جاوب عليه في الكومنتات، وأنا إن شاء الله هشوف الكومنتات بتاعتكم. بعد كده صنف الكميات الفيزيائية الأدية إلى كميات أساسية وأخرى مشتقة، يعني معناها اللي أنا أقول ده كمية أساسية وده كمية مشتقة. مثلا السرعة قلت كمية مشتقة، القوة كمية مشتقة، الزمن كمية أساسية، كمية المادة كمية أساسية، الطول كمية أساسية. أنت بس ما عليك اللي أنت هتجاوب الكلام ده، واللي أنت مش عارفه برضه تسيبه في الكومنتات وإحنا هنرد عليه. اكتب وحدات القياس الكميات الفيزيائية الاتية في النظام الدولي، يعني معناها هتقول ان الطول بيتقاس بالايه؟ بالمتر، الزمن بالثانية، الكتلة بالكيلوجرام، كمية المادة بالمول، المساحة متر تربيع، القوة كيلوجرام في متر على الثانية تربيع، وهكذا. اذكر الكميات الفيزيائية التي تقاس بالوحدات التالية، الكلفن اللي بيتقاس بالكلفن درجة الحرارة، النيوتن مثلا القوة، المول كمية المادة، الكانديلا شدة الاضاءة. بعد كده بقى هندخل على المسائل. المسائل عندي في الدرس ده هي مسائل نوعها واحد بس، اللي هي معادلة الابعاد. معادلة الابعاد ديت صيغة بتعبر عن الكميات الفيزيائية المشتقة بدلالة الكميات الفيزيائية الاساسية اللي هي الطول والكتلة والزمن، وفوق كل منها الاس معاد. زي ما احنا شايفين الام موجب او سالب، كل ما بشوف كيلو جرام بحط مكانها ام، بشوف متر بحط مكانها ال، بشوف ثانية بحط مكانها تي. نبص مع بعض على اول مثال. اول مثال قال لي استنتج صيغة الابعاد لكل من، اول حاجة المساحة. هي المساحة دي بتساوي ايه؟ المساحة بتساوي الطول في العرض، يعني الاي بتساوي دي في دي، يعني الاي بتساوي دي في دي، يعني الدي دي بوحدة قياسها المتر، والدي دي بوحدة قياسها المتر، يعني الاي بتساوي الاي اللي هي المساحة بتساوي متر في متر اللي هو متر تربيع. وانا قلت اما اشوف متر بشيلها واحط مكانها ال، يبقى هتبقى اي بتساوي ال تربيع. ديت اول واحدة معايا. تاني واحدة معايا الحجم. الحجم بيساوي الطول في العرض في الارتفاع، الطول في العرض في الارتفاع، يبقى ال V بتساوي دي في دي في دي اللي هو الطول دي والعرض دي والارتفاع دي. طب ماشي، الطول بيتقاس بوحدة المتر والعرض بالمتر والارتفاع بالمتر، يبقى ال V بتساوي M في M في M اللي هو
ام تكعيب. وانا ما قلت برضه ما نشوف الام نشيلها ونحط دي وحده القياس بتاعه الحجم. طب انا عاوز اجيب معادله بعد بشيل بشوف الام واحط مكانها ال، يبقى الفي بتساوي ال تكعيب. ده بالنسبه للحجم. الكثافه بتساوي الكتله على الحجم، الرو دي علامه الرو. الرو بتساوي الكتله بتتحرك برمز لها بالرمز ام، والحجم برمز له بالرمز في، هتساوي ام على الفي. طب الام الفي بتساوي ايه؟ ال في ال في ال. يبقى والام بتساوي كيلو جرام، يبقى كيلو جرام على ال في ال في ال اللي هو متر في متر في متر، يبقى كيلو جرام على المتر تكعيب، كيلو جرام على المتر تكعيب. ده هيطلع فوق باشاره سالبه، يبقى كيلو جرام في متر اس سالب 3. هتشيل الكيلو جرام وتحط مكانه ام، وهتشيل الام وتحط مكانها ال، يبقى ام ال اس سالب 3. والاس بينزل زي ما هو. بعد كده السرعه، السرعه بتساوي المسافه على الزمن، ان الفي بتساوي دي على التي. الدي وحده قياسها المتر، والتي الثانيه، يبقى متر على الثانيه، دي هتطلع فوق باشاره سالبه، تبقى ام اس اس سالب 1. هتشيل الام وتحط مكانها ال، وهتشيل الاس وتحط مكانها تي، بس السالب 1 هينزل يبقى ال تي اس سالب 1. بعد كده العجله، العجله برمز لها بالرمز ايه؟ بتساوي السرعه على الزمن اللي هو في على تي. طب والفي بتساوي ايه؟ نقف هنا بقى. انا ده كله كنت ماشي على طول ليه؟ لان زي ما انتم شايفين ان ده كله كميات اساسيه، ما مش مشتقه. اول ما بشوف كميه مشتقه بروح واقف واعمل الكميه الاساسيه منها لحد ما اوصل لاخر كميه اساسيه، لحد ما اعمل ايه؟ اوصل لاخر كميه اساسيه. الفي هتساوي ايه؟ دي على التي، يبقى دي على التي على التي معايا، وتبقى دي على التي على التي، يبقى متر على دي ديت المسافه، تبقى واحده قياسها المتر، والتي الثانيه، والتي الثانيه يبقى متر على ثانيه في ثانيه، ده هيضرب في ده، يبقى ثانيه في ثانيه في ثانيه تربيع، يبقى متر على الثانيه تربيع. طيب تطلع باشاره سالبه، يبقى متر في اس سالب 2. هنشيل الام ونحط مكانها ال، ونشيل الاس ونحط مكانها تي، يبقى ال تي اس سالب 2. دي معادله ابعاد العجله. بعد كده هناخد القوه. هي القوه بتساوي ايه؟ قال القوه بتساوي الكتله في العجله، الكتله اللي هي الام والعجله اللي هي الاي. يبقى الاف بتساوي ايه؟ قال الاف هنا كده هتساوي ام اي، الاف هتساوي ام اي. بعد كده هناخد ان الام هتنزل زي ما هي اللي هي الكتله، ملهاش اي حاجه. طب والاي؟ الاي ديت اللي هي العجله، العجله بتساوي ايه؟ السرعه على الزمن اللي هو بتساوي في على تي. طب بعد كده هنلاقي ان الام دي هتنزل زي ما هي تاني، ليه؟ ملهاش قانون. والتي دي هتنزل زي ما هي تاني. اما الفي، الفي هتساوي السرعه بتساوي المسافه على الزمن، هتساوي دي على التي، هتساوي دي على التي. بعد كده هناخد اللي فوق فوق واللي تحت تحت، هنلاقي مين اللي فوق؟ هنلاقي ان الام والدي هما اللي فوق، واللي تحت تي في تي، يبقى ام في دي على التي في تي. بعد كده هنقول ان الام ديت وحده قياسها الكيلو جرام اللي هي الكتله. طب والدي المسافه اللي هي المتر. طب والتي اللي هو الزمن ثانية، والتي الزمن برضه هيبقى ثانية، هيبقى كيلو جرام في متر على ثانية في ثانية، كيلو جرام في متر على الثانية تربيع. التربيع ده تحت هيطلع فوق بإشارة سالبة، هيبقى كيلو جرام في متر في دوت ثانية أس سالب 2. نقف هنا حتة صغيرة، أنا عندي كيلو جرام في متر على الثانية تربيع بيقابل وحدة اسمها النيوتن، بيقابل وحدة اسمها الإيه؟ النيوتن، رمزها إن. أما يقول لك كده في السؤال مثلا النيوتن بيساوي إيه؟ هتقول له بيساوي كيلو جرام في متر على الثانية تربيع. النيوتن بيساوي ايه؟ كيلوجرام في متر على الثانية تربيع. بعد كده معادلة الأبعاد، هنشيل الكيلوجرام ونحط ام، هنشيل المتر ونحط ال، يبقى ام دوت ال، هنشيل الثانية أس سالب 2 ونحط تي أس سالب 2، هتبقى ام ال تي أس سالب 2. بعد كده هناخد الشغل، الشغل بيساوي ايه؟ القوة في الإزاحة، الشغل رمزه الدبليو، يبقى الدبليو بتساوي اف دي، الشغل بيساوي القوة في الإزاحة اللي هي اف دي. طب ماشي، القوه بتساوي ايه؟ اللي هو الاف بتساوي ايه؟ ام اي، لسه واخدينها، القوه بتساوي ام اي. طب والدي اللي هي الازاحه اللي هي المسافه، هل لها قانون؟ قال لي لا، بتنزل زي ما هي. بعد كده الام اللي هي الكتله، هلاقيها نزلت زي ما هي، والدي اللي هي الازاحه بتنزل زي ما هي.
طب والاف؟ الاف قلنا بتساوي ام ايه. طب والاي ديت اللي هي هتساوي في على التي. بعد كده هلاقي ان الام برضو بتنزل زي ما هي ما بتتغيرش، والدي بتنزل زي ما هي، وادي التي نزلت برضو زي ما هي ما اتغيرتش. بعد كده انا عندي هلاقي اللي اتغيرت ايه، اللي هي الفي اللي هي السرعه، عشان السرعه لها قانون. السرعه بتساوي ايه؟ المسافه على الزمن، دي على التي. بعد كده هلاقي اخد شرط كسر طويله، هقول اللي فوق فوق واللي تحت تحت. مين اللي فوق؟ الاقي الام والدي والدي، ام دوت دي دوت دي على تي دوت دي. يبقى الاقي متر اللي هو كيلو الكتله في الازاحه في المسافه على الزمن في الزمن. بعد كده نلاقي ان الام وحده قياسها الكيلوغرام، والدي اللي هي المتر، والدي اللي هي المتر، والتي اللي هي الثانيه، والتي اللي هي الثانيه. يبقى كيلوغرام في متر تربيع على الثانيه تربيع. التربيع ده هيطلع فوق باشاره سالبه، يبقى كيلوغرام في متر تربيع توت ثانيه اس سالب 2. نقف هنا برضه حته صغيره، ان الكيلوغرام في متر على الثانيه تربيع بيقابل وحده اسمها الجول، بيقابل وحده اسمها الجول. يبقى انا عندي كده حاجتين، كيلو جرام في متر على الثانية تربيع بيقابل واحدة اسمها النيوتن، أما كيلو جرام في متر تربيع على الثانية تربيع بيقابل واحدة اسمها الجول. بعد كده أخد معادلة الأبعاد، كل كيلو جرام أشيلها وأحط إم، أدي كيلو جرام أشيلها وأحط إم، المتر تربيع أشيله وأحط اللي تربيع، الثانية أس سالب 2 أشيلها وأحط تي أس سالب 2. ديت معادلة أبعاد الشغل. بعد كده عندي سؤال بيقول لي اختبر مدى صحة العلاقة الآتية باستخدام صيغة الأبعاد. إن طاقة الحركة بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة، إن الـ KE بتساوي نص ام في تربيع. عاوز يختبر مدى صحة العلاقة، علما أن إذا علمت أن صيغة أبعاد طاقة الحركة ام ال تربيع تي أس سالب 2. هنا السؤال عاوز مني إيه؟ السؤال بيقول لك إن الـ KE ديت معادلة الأبعاد بتاعتها ام ال تربيع تي أس سالب 2، عاوزك تثبت إن النص ام في تربيع ده بيساوي ده. معادلة الأبعاد بتاعته بتساوي ده. طب لو ما ساوتش يبقى العلاقة خاطئة، لو ساوت يبقى العلاقة صحيحة 100%. لو ساوت، لو معادلة الأبعاد بتاعت نص ام في تربيع ساوت ام ال تربيع تي اس سالب 2 تبقى العلاقة صحيحة. طب ما ساوتهاش يبقى العلاقة خاطئة. ده اللي السؤال عاوزه منك. تعال نحلها مع بعض. هناخد أول حاجة الطرف الأيمن اللي هو نص ام في تربيع. احنا عندي من معادلة الأبعاد إن أي رقم ما بيتكتبش، النص والساين والكوساين والكلام ده كله ما بيتكتبش في معادله الابعاد، يبقى انا هاجي على النص كده واشخبط عليه، هتساوي ام في تربيع مع كتل اللي هي ام في تربيع. بقى بتساوي ايه؟ قال لي الام هتنزل زي ما هي اللي هي الكتله، ام اللي هي الكتله هتنزل زي ما هي. طب والسرعه؟ السرعه بتساوي ايه؟ دي على تي. بس خلي بالك ده هنا في تربيع، يبقى دي على تي الكل ايه؟ الكل تربيع. بعد كده هلاقي ان التربيع هيجي على هنا وهيجي على هنا، يبقى هتبقى ام دي تربيع على التي تربيع. الام ده تضرب في الدي على التي، يبقى ام دي تربيع على التي تربيع. بعد كده نشوف ان الام اللي هي الكتله وحده قياسها كيلو جرام، والدي تربيع وحده قياسها اللي هي المسافه تربيع، تساوي متر تربيع على الثانيه تربيع. بعد كده الثانيه اس سالب اس 2 دي هتطلع فوق بثانيه اس سالب 2، ومعادله الابعاد بتاعتها هتبقى ام اللي تربيع تي اس سالب 2. كيلو جرام هنشيلها ونحط ام، المتر هنشيلها ونحط ال، والثانيه هنشيلها ونحط تي، تبقى ام ال تربيع تي اس سالب 2. هي هي ولا مش هي هي؟ هي هي. هروح قايل اذا الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، واذا العلاقه صحيحه 100%. بعد كده عندي مساله ثانيه، تخضع حركة جسم تحت تأثير الجاذبية للعلاقة، ان ال VF بتساوي VI زائد GT. اختبر مدى صحة هذه العلاقة باستخدام صيغة الأبعاد، علما بقى ان ال G هي عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي العجلة اللي هي A برضو، ال T اللي هي الزمن، VF السرعة النهائية، VI السرعة الابتدائية. ناخد مع بعض المسألة، اخد طرف وطرف. المسألة دي بقى ايه؟ هيجيلك المسألة اللي انت هتاخد الطرف ده لوحده والطرف ده لوحده، الطرف ده لوحده والطرف ده ايه؟ لوحده. اللي هو قبل يساوي غير اللي بعد يساوي، الطرف ده لوحده والطرف ده لوحده. هلاقي ان عندي اول حاجه الطرف الايسر اللي هو ال في اف هاخدها لوحدها. ال في اف هتساوي ايه؟ اللي هي السرعه النهائيه. السرعه اي سرعه بتساوي مسافه على الزمن، اي سرعه بتساوي ايه؟ مسافه على زمن. المسافه بتقاس وحدتها بالمتر، الزمن بيقاس بالثانيه، يبقى متر على الثانيه اللي هي متر سبيد توت ثانية أس سالب 1. معادلة الأبعاد بتاعتها تبقى ال تي أس سالب 1. معادلة الأبعاد بتاعتها تبقى ال تي أس سالب إيه؟ أس سالب 1. ديت الطرف الأيسر. لازم الطرف الأيمن يساوي نفس الطرف الأيسر، لو سواه يبقى العلاقة صحيحة، لو ما سواهوش يبقى العلاقة
خاطئة، لو سوا يبقى العلاقة صحيحة، ما سواش يبقى العلاقة خاطئة. هنشوف دلوقتي الطرف الأيمن سوا العلاقة الطرف الأيسر ولا لأ. الطرف الأيمن هيساوي ال في أي، والطرف بيساوي في اف لوحدها وال في أي زائد جي تي لوحدها، يبقى آخد ده لوحده وده لوحده، آخد ال في أي زائد الجي تي. ال في أي اللي هو السرعة الابتدائية هي السرعة هتبقى إيه؟ دي على التي. طب والجي اللي هي العجلة هتساوي إيه؟ اف على في على التي. العجلة هتساوي في على تي اللي هي الايه، والتي ديت هتنزل زي ما هي. الدي على تي ديت خلاص هي ملهاش قوانين تاني، هي كده يبقى هتنزل زي ما هي. طب هنا عندي قوانين، عندي الفي، يبقى الفي هنا هتساوي الدي على تي، يبقى الدي على التي تدي في دي، ادي التي دي نزلت زي ما هي والتي دي نزلت زي ما هي، وديت في على تي اللي هي دي على التي. هبص ان الاقي ديت زي دي، الاتنين هيطيروا مع بعض، هيبقى دي على تي زائد دي على تي. طب وديت متر على الثانيه ومتر على الثانيه، وحده القياس بتاعتها معادله الابعاد بتاعتها تبقى ال تي اس سالب واحد، ودي ال تي اس سالب واحد. ال تي اس سالب واحد الاثنين بيساووا بعض. طب ده دي زائد يا مستر، زائد دي احنا برضو خدنا في معادله الابعاد اللي انا ما ينفعش اجمع او اطرح معادله الابعاد، ما ينفعش اجمع او اطرح معادله الابعاد، لا يمكن جمع وطرح معادله الابعاد وانما يمكن ضربها وقسمتها، لا يمكن جمع وطرح معادله الابعاد وانما يمكن ايه؟ ضربها وقسمتها. هنا ينفع اجمعها؟ لا، اما الاقي الاثنين زي بعض باخد واحده منهم، اما الاقي الاثنين زي بعض باخد واحده ايه؟ منهم، الاقي ان ديت بتساوي ديت، يبقى الطرفين متساويان، يبقى الطرف الايمن بيساوي الطرف الايسر، واذا العلاقه صحيحه 100%. لحد هنا كده الدرس الاول بتاعنا خلص، اللي هو بتاع معادله الابعاد والقياس، وان شاء الله فيديو جاي بإذن الله هنشرح معاكم الدرس التاني اللي هو بتاع الخطأ في القياس، واشوفكم الحصة الجاية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.